سعد الله مساكم كل خير. حاليا صرت امتلك 16 منتج تحت اسمي، سعيدة جدا فيهم، كلهم كانوا من اختياراتي، ولكن الاجمل والاغرب فيهم السبراي بادي حقي. اكيد كلكم تعرفون وحكيت لكم من قبل عن قصة هالمنتج. انا كنت اصنعه يا بنات لحالي لمدة 4 سنوات بالبيت، وكل زبونة كنت اطلع لها كانت تسألني امل ايش حاطة؟ ريحتك تجنن. فمن كثر ما سألتها سؤال قلت ليش ما أخلي شركة معتمدة تسوي لي هذا الشيء بطريقة لبقة وبيكون عطر محترم بدل ما أنا أخلطه بالبيت، ولأنه الناس كثير تسألني عنه خلني أسويه وبيعه من ضمن منتجاتي. الحمد لله سويته وصار من أكثر الأشياء عندي طلباً في البوتي، سعيدة جداً بنجاحي.